قليلي انه فاق وصار منيح. لا بعدنا ناطرين. طيب شو قال الدكتور؟ لا ناطرين وبس. انت سمية اهتمي بعرس زين وما تعطلي همنا. طيب الله يكون معكم. إن شاء الله ألف مبروك ست سمية، تنظيم رائع وما في شي ناقص. الله يبارك فيك. خير فيك شي؟ شوية توتر، طلع مو سهل الوحدة تجوز ابنها. إيه أكيد أكيد، الله يوقف معك. طيب بالإذن. شو ماما انت ما لبستي لهلا؟ يلا رح غير، جابوا لي فستاني لهون. طيب وما بدك تعملي شعرك؟ حخليه هيك، ما حلو؟ ايه مبلا حلو. زين بدي اقول لك شيء ضروري كثير. زين؟ زين حبيبي معقول بعد ما جربت بدلتك؟ إذا في شيء مش ظابط كيف بنظبطه؟ مو على اساس اني ما اشوفك بالفستان الا وقت ننزل مع بعض؟ غيرت رايي بصراحه، لانه قلت لي هم انزل وشوفك لبس لي جينز وبتعملها انت. يلا حبيبي. لا ولا يهمك، انا بعشر دقايق بلبس. اي ماما شو كنت بدك تقولي؟ حياتي متاثره. مأثرة ما هيك؟ مبسوطه شو بقى ما بقى شيء امك؟ يلا فوت فوت جرب البدلة. يلا ما في وقت. انت منيحة؟ ايه حبيبتي. يلا روحي كفي. روحي انت كمان خلصي حالك. اوكي.